الحقيقة هو شرف كبير ليا، لأن أنا بحب السينما وبحب السينما المصرية بالذات، واللي حببني فيها هي نجومنا القدام. السينما المصرية اللي ابتدت زمان حبيتها في الأبيض والأسود، ومن هنا جات لي فكرة إني رمم مجموعة من الأفلام المصرية القديمة. أنتوا عارفين الفيلم اتغير خلاص وبقى ابتدى يتحلل، لأن المواد اللي كنا بنشتغل بيها البليكول نفسه ابتدى يتحلل، فكان لازم إن إحنا نعيد مرة أخرى ونمشي مع العصر ونرمم هذه الأفلام. فأنا اخترت يوميات نائم في الأرياف توفيق الحكيم، وإخراج توفيق صالح. في هذه الفترة توفى صديقي علي عبد الخالق المخرج الكبير، ففكرت إني أرمم فيلم أغنية على الممر، وبالتالي بقى في فيلمين اترمموا الحمد لله وأصبحوا ديجيتال وحافظنا عليهم، والكواليتي بقت حاجة تانية خالص، هي متطورة جدا. وأعتقد إن إحنا إن شاء الله في السنوات القادمة المهرجان يقدم ده أكتر وأكتر، ويبقى دايما كل سنة في فيلمين بيترمموا من مهرجان السينما. عندنا أفلام عظيمة جدا، عندنا صرصرة فوق النيل، عندنا ميرامار، عندنا اللص والكلاب، عندنا أفلام رائعة مصرية نفتخر بأنها موجودة في السينما المصرية.